بإطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري. العملية جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والاستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية، حيث أسفرت التحريات والتتبع والترصد لأفراد الشبكة إلى وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر إلى حين الإعداد والتدبير والتحذير لتهريبهم عبر البحر. أفضل التحريات إلى توقيف 9 أشخاص، 5 مواطنين جزائريين و4 من جنسية مغربية، حجز قارب مزود بمحرك بقوة 150 حصان بخاري، محركين، شاحنة ودراجة نارية، 10 صفائح بنزين معبأة سعة 30 لتر، مبلغ مالي قدره 1950 يورو و20 ليرة تركية إضافة إلى 2500 دينار جزائري، جوازات سفر وأسلحة بيضاء. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية.